السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مثال على الجلوبال برامتر. بقول لكم مثلا عندي كورس اهوت، نضرب كورس في جلوب، قصدي هاخد الكورس دوت هنا واخد منه كوبي، مثلا واحد كمان هنا واحد كمان هنا، ممكن نعملها بالري برضه يعني، بس انا مش عايزهم يكونوا موزعين بالتساوي، عايز احنا نعملهم. طيب بعد كده هقول له انا عايز اعمل دايمنشن، دايمنشن من هنا لهنا 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 بالشكل دوت اهوت. طيب عايزهم يكونوا بالتساوي، هقول له ايكوال فبقوا بالتساوي. تمام. طيب دلوقتي ممكن في اي لحظه فيهم تبدا تزيح ده كده وتزيح ده كده، مفيش اي مشكله خالص. ممكن تعمل سيلكت كده وتدي له بارامتر معين، وليكن مثلا اكس. تمام. اكس دوت اول ما يتغير ده جلوبال بارامتر. احنا عندنا في كذا نوع من انواع البارامتر، ممكن تشوفهم كده في المانج، هتلاقي عندك البروجكت بارامتر، ده خاص بالبروجكت، في شيرد بارامتر. تمام. ده بيبقى مشترك من كل المشاريع، وفي جلوبال بارامتر اللي هو دوت، هتلاقي في الاكس يقدر تغير، وده بيبقى خاص بالمشروع اللي انت شغال عليه او بالعصر الموجودة. الجلوبال بارامتر بتبقى جوه الدايمنشن، انما البروجكت بارامتر ده بيبقى جوه مثلا خصائص الفيو، خصائص الشيت، وهكذا. طيب خليني اقول له بقى ايه انا عايز المسافه من هنا لهنا تكون حاجه محدده. هقول له دايمنشن من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام. عايز احدد المسافه دي، هتقول له ده انا عايز اعمل لها بارامتر وليكن مثلا الاند. اوكي. طيب وده اقول له خد بارامتر الاند. تمام. طيب هنا ده اخليه نان، المهم يكونوا كلهم متساويين. ده هيبقى الاند، هي ممكن تبقى غلط. تمام. طيب لو بيبدأ في اي لحظة وجيت هنا في الجلوبال بارامتر دوت وغيرت، المفروض اقول له مثلا ده يبقى 600، وقلت له ابلاي، هتلاقي اتغير بقى ده 600 ده 600، واللي جوه هيتوزع بينهم. خلي دي مثلا 800، هتلاقي اتغير. فدي مهمة جدا وهتسهل عليك الشغل. مثلا ممكن يكون عندك احواض بتوزعهم، ممكن يكون عندك لايتنج بتوزعهم، فالامكانيه بتاعه الجلوبال بارامتر دي بيسهل عليك الشغل.